العملية في مصر شغلها عامل ازاي؟ هو بصراحة أهم مواصفات في الزوجة المثالية اللي هي الإخلاص والأمانة، وبعد كده كتمان الأسرار والكلام ده. طيب شايف خلافات الزوجية في مصر بسبب إيه؟ بسبب المعيشة وغليان المعيشة والكلام ده كله، بس يعني كل حاجة غالية، فطبعا هي احتياجاتها أكتر ومتطلباتها كتير ومتطلبات بيتها كتير، فعشان كده هي طبعا بيكون بيحصل خلافات والكلام ده. اللي يخلي الحياة الزوجية تستمر الرضا، الرضا لو في رضا، لو بأقل حاجة الاتنين ممكن يعيشوا. المثالية المفروض يعني تبقى النوعية الأهم حاجة، يعني الأمانة والصداقة الحب بينه وبين الزوج والزوجه، ده اهم موضوع في نقطه هي تبقى عامله ازاي. ما هو الزوجه بترجع للزوج، التعامل بتاعها يكون ماشي ازاي. لو الزوج بيتعامل مع زوجته كويس، يبقى التعامل معاها يبقى نفس الشكل برضه. هو عامه يعني الزوجه لازم تكون طبعا فاهمه ازاي، يعني اكيد طلبات الزوجه لازم كلها تبقى موجوده واحتياجاته كلها، وده تفهم ازاي ده التباط الاسري لازم يكون موجود بين كل اسره موجوده في مصر كلها، لان ده طبعا بيوصل عن حالات الطلاق والحاجات اللي بتحصل في قلب البلد، لان هو ده يعني شايف ابرز المشاكل دلوقتي. ابرز المشاكل طبعا المصاريف الاسعار عموما، ولا الزوجه المثاليه؟ الزوجه المثاليه تكون صبوره تصبر، زي دلوقتي كله عايز يخلع. شايفه مثلا الزوجه اللي تقدر تحافظ على بيتها تعمل ايه؟ بتساعد يعني بتكافح وتغسل مواعين طبعا. يعني اول حاجه اذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي ارضك وفي كل شيء. الزوجه المثاليه مش معنى ان هي كزوجه تبقى مربيه في البيت وزي الناس بتفتكر ان هي خدامه في البيت، لا، الزوجه المثاليه بتكون شريكه حياه، بتكون مشاركه في كل شيء في الحياه للزوج، ام الاطفال، وهي مدرسه. ابرز المشاكل بين الزوجين دلوقتي في الامور اللي احنا فيها دي كلها مع الناس كلها هي الفلوس. ملتزمه، متدينه طبعا، عندها قيم، مبادئ. شايف ابرز المشاكل بين الازواج دلوقتي ليه؟ هي اغلبيتها بتبقى تقريبا ماديه، ده اللي انا شايفه من وجهه نظري.